يعني كيف ما قلت قبيله عندما يوضع الشخص في وضع لا يمكن ان يصلح الا للحيوان فاما ان يتمرد على الوضع القائم او يسقط في الحيوانيه. وبالمقابل نقول اذا ولد الشخص عبدا فنحن لا نموت. لا نموت الشخص اذا ولد عبدا، لكن لا ينتظر منا إلا نظرة الاحتقار والازدراء إذا قبل بهذه العبودية ولم يتمرد على واقعه المريض. قولة الشعب كيفاش كدوز؟ وبداو من الطوبيسات وانت غادي. ومن الطوبيسات. وكانت شي عباد الله في الطوبيس. وماكسيموم خصوص حقيقة 10 15 عباد الله. كتركب في الطوبيس فيه 100. كتمشي بالبيبان محلولي. أقسم لكم والغنام الغنام عباد الله. والحوالة الحوالة. والله وركبتيهم في دوز صنصر. وما شديتي الباب. والله ما يزيدوا بالله. والله لا زادوا والحوالة عباد الله. وحنا هاد الوضع هذا مازال راضيين به. وحتى الفوقاش عباد الله. وحتى الفوقاش. وبلاش غنخافوا كاع. وغير خوف. وغير خوف. مناش. من السيبي. من ليسانس. من تيستي. اقسم لكم لا هما خايفين منا. هما خايفين منا. وما عارفين الطريق، عارفين الطريق اللي غنمشيو فيها، والطريق ديال الثورة لا محالة غاديين فيها، أقسم لك إلا هما خايفين منا، مناش غنخافوا كاع، من الاعتقال
الاستشهاد. ما تموت شهيد عباد الله على حقك، واش خايف من الاعتقاد؟ هو هذوك اللي مشوا ديروا ما عندهمش والديهم، وهذاك اللي قال لك تصبوا بالعصا عباد الله ما عندوش با وما. وعباد الله طالب طالب طالب، وتغتصب بالعصا، وتغتصب غتصبوا بها وبانوا له فمو. واش كاين شي حاجه اكثر من هادي؟ والبول البول بانوا له فمو. قتلهم عدمهم ويا الشعب يخلفهم، قتلهم الشعب يخلفهم. والله وراه ما كاينش كثر من هادي، اي غتصبوك بالعصا وسبعه يشدوك ويبولوا لك فمك. هذا في العهد الجديد وفي عهد محمد السادس وفي عهد حقوق الانسان والمجلس الوطني لحقوق الانسان. هذا هو العهد الجديد، هذا هو الواقع ديال الشعب. وكيف جا الشعب؟ مغيب القام والشيخ قلنا خايفين غير من الاعتقال، وغادي هذا الاعتقال ديالنا هذا غيحدث واحد التغيير في هذا المجتمع. هذا يقولوا لنا ياك واقفين تما، جيب لنا شحال باغي تعتقل، شحال؟ 100 200 300 1000 10000. حنا مستعدين نمشيو نتعتقلوا الى كان غير هذا الشعب هذا غيعيش مزيان. مستعدين شحال باغي نقتلو كاع؟ مليون مليون كاع. الى جابوا الطيارات ودخلات امريكا وفرنسا حفاظا على المصالح ديالها في هذه البلاد هذيك، مليون كاع يا لا تموت. مستعدين نضحيو حتى دابا ورا الشعب. منين تنوض في تازا كيقولوا ما عباد الله بغيت القرطاس، ما كيغوت الشعب بالقرطاس. القرطاس قال لهم غير تيريوه. واش الشعب غادي منتفض؟ ومحمد السادس وكي غادير ترجع هاد الشعب؟ كي غادير ترجع هاد الشعب؟ الناس كتخرج 100,000 و250,000 وكتقول لك يا سادس ارحل، وكتقول لك الشعب يريد. الشعب يريد اسقاط النظام. كي غادي ترجعهم يا عباد الله؟ كي غادي ترجعهم؟ ما عندكش كيفاش. المعركة ديال الطلبة وفين غادية؟ نعطي غير مثال بسيط ولا الشعب. وراه نهار اثنين نهار اثنين باغي يوجدوا نسمعوا واحد المجزرة غترتكب في الطلبة ديال العلوم اللي غيقطعوا الامتحانات. غيسمعوا سمعوا واحد المجزرة غيرتكب النظام اما بطريقة مباشرة وغيدخل بالفيانق ديال القمع ديالو، اما بطريقة غير مباشرة ومن ثم سيسخر القوى الظلامية للهجوم على الطلبة. الى هنا احييكم عاليا يعني في افق ان نستمر في النقاش يعني الشكل الجاي والمسيرة الجاية. تحية نضالية لكم ودمتم ودمنا لنضال اوفياء. مشكورا. حركة 20 فبراير فاس 22 يناير 2012 بيان الى الرأي العام. يستمر النظام القائم بالمغرب في نهج سياسة الهروب الى الامام المتجسدة في ممارسة ألاعيبه القذرة الرامية الى خداع الشعب والالتفاف على مطالبه الحقيقية، ومن بينها اللعب بورقات الحكومة الجديدة محاولا إيهام الجماهير والعالم أن المغرب يسير نحو الديمقراطية. وهذا ما أكدت على زيفه التظاهرات والمسيرات والأشكال النضالية البطولية التي أقدمت عليها الجماهير الشعبية بشكل عام وحركة 20 فبراير بشكل خاص، وفضحت بذلك واقع المغرب الذي لا يزال يعيش على الاستبداد. فالقام العمال والاستغلال الوحشي الذي يتعرضون له من
داخل المعامل وإلى غير ذلك من الفئات المسحوقة. وعلى ضوء ما سبق نؤكد عزمنا مواصلة النضال والاستمرار في الأشكال النضالية التي تخوضها الحركة، مؤكدين على أن التصعيد والمزيد من الضغط هو الكفيل بتحقيق كافة المطالب الشعبية العادلة والمشروعة. كما نؤكد أن هدف النظام هو عزل الحركة، وذلك بضرب كل الحركات المناضلة الملتفة عليها، مما يفرض الاستعداد لرد الهجوم وإبداع أشكال نضالية تلتصق أكثر بهموم الشعب ومعاناته، وإبداع آليات جديدة لتوسيع القاعدة الجماهيرية للحركة. وفي الأخير نعلن للرأي العام ما يلي: عزمنا الاستمرار على درب زبيدة خليفة وعادل الأجراوي وكل شهداء الشعب المغربي. إدانتنا للمحاكمات السورية التي يتعرض لها مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. إدانتنا للتدخلات القمعية في حق المعطلين فاس، صفرو، الحاجب، الحسيمة، تازة، تلسينت إلى آخره. إدانتنا للتدخل القمعي في حق الجماهير الشعبية بتازة على عثر انتفاضتها المجيدة. تضامننا المبدعي واللام شراط مع ساكنة دار المراز في نضالها من أجل سكن لائق. تضامننا مع المعطلين الذين قاموا بإحراق الذات وتحميلنا النظام المسؤولية فيما ستعود إليه أوضاعهم. تضامننا مع المعتقل السياسي عز الدين الروسي الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام وصل إلى يوم 35 وتحميلنا النظام المسؤولية. إدانتنا للهجوم والتشويه الإعلامي لمعارك الحركة الطلابية فاس، تازة، مراكش من طرف وسائل الإعلام. عاشت حركة 20 فبراير، عاش الشعب المغربي، وتحية نضالية لكم.